السلام عليكم. رايحين هذه المرة نكملوا دائما في لو بروجي يوتيليزون داتا سناب، معناتها راح نستعملوا لو سيرفر داتا سناب، ولكن الهدف هذه المرة هو لو مونيتورينغ. سي كوا معناتها؟ واش نقصدوا بالمونيتورينغ؟ اون جينيرال، عموما عندما نستعمل اركيتكتور كليون سيرفر، معناتها يكون عندنا خادم وعندنا زبائن. الزبائن عندما يكونوا يدخلوا للخادم لأمور ما، مثلا باش يغيروا معطيات ولا يزيدوا ولا يضيفوا ولا يحينوا، المهم أي عملية، لازم الخادم يكون عنده القدرة أنه يراقب هذه العمليات. عموما هذه العملية هذه تندار ولا تصرى في الخلفية نتاع الحاسوب، معناتها المستعمل ما يكونش عنده دراية بهذه العمليات إلا إذا كان هناك أخطاء. ولكن لتسهيل العملية وحتى نتتبع الخطوات اللي يقوم بها الزبائن، يكونوا كث أو يكونوا قوة، معناتها يكون عندنا 5 ولا 6 ولا 10 ولا أكثر من زبون، نحتاج أننا نعرف في لحظة ما الزبون إكس أي عملية قام بها، والأبجدية تاع هذه العمليات هي على الأقل نعرفوا الزبون اللي راه اون مود دو كونيكسيون ولا دي كونيكسيون. معناتها نكملوا دائما في نفس المشروع اللي شفناه آخر مرة. إذا عندنا خادم وعندنا زبون. معناتها العملية مانيش راح نشوف هذا الجزء من البرنامج هذه المرة، ولكن الجزء اللي راح نشوفوه هو الجزء المتعلق بالخادم. ندخلوا عند الخادم، الخادم دروك اون مود اكزيكيسيون، عندنا خادم عندنا زبون، عفوا عندنا خادم وعندنا زبون. هنا الزبون راه في اتصال بالخادم، ولكن حتى هو راه يخبرنا على الأقل، على الأقل تكون عندنا معلومة أن هذا الزبون هذا راه في اتصال مع الخادم. هنا راح نزيدو أن ميمو، هذا لو ميمو هذا نملؤه بهذه المعطيات ولا بهذه المعلومات. معناتها نجو نضيفو لهنايا أن ميمو، في اون اكتيفيت تاع لا فورم على الاقل نعلنوا ان الخادم اشتغل. ميمو ا، في ميمو اضفنا بلي السيرفيس للسيرفر هو اكتيف، اضفنا التاريخ تاع الاكتيفاسيون، اضفنا الساعه اللي تاكتيفا فيها لو سيرفر. معناتها هذه برمجه جدو بسيطه، ما اضفناش امور غير عاديه. معناتها هذه النتيجه انه على الاقل يخبر المستعمل ان السيرفر راهو شغال. دروك كوتي كليون جهه الزبون ما اضفنا حتى امر، معناتها نبقاو في نفس الحالة أنه ما ناش عارفين، بالرغم اللي منطقيا الزبون في اتصال مع الخادم، ولكن هنا ما عندنا حتى معلومة تخبرنا بلي الزبون راه في اتصال. إذا هذا الجزء هو اللي رايحين ديفلوب. نجو كوتي كليون، هذا هو الكليون تاعنا، واش رايحين نضيفو؟ رايحين عندما يتصل كليون لازم يكون الخادم يعرف بلي الزبون هذا اتصل. معناتها نجو للسيرفر كونتينر، لهذا المكون تاع السيرفر، هنا في اون كونيكت
في اون كونيكت راح نقول له ان الخادم هذا الزبون هذا عفوا اتصل، معناتها راح نستعملو نحطو المعلومات في هذا الميمو. باش نحطو المعلومات في هذا الميمو لازم يتعرف على هذه اليونيتي، اذا نضيفو هذه اليونيتي فورم سيرفر يونيت نضيفوها للسيرفر كونتينر. عفوا سيرفر يونيت ميمو لاينز اد، على الاقل نخبرو راح نوجدو المعلومات في هذا لوبجي دي اس كونيكت ايفنت اوبجكت. نستعملو الداله فورما لان تهلنا عمليه الكتابه، ونكتبو له مثلا كونيكسيون دي بوست، مثلا ندو قيمة البوست، ما نعرفش قيمة البوست في الفورما، عموما تكون شان دو كاركتير المعلومة ندوها من هذا لوبجي تيس كونكت ايفنت. شانل انفو كلينت انفو كلاينت انفو اي بي ادريس، ادريس اي بي، معناتها هنايا نتحصلنا على الادريس اي بي تاع لو كليون تاع الزبون. راح نشوفو طريقة في التنفيذ واش راح يعطينا كوتي سيرفر. هذا هو الزبون، هذا هو الخادم الزبون. هنا راه يخبر فينا كونيكسيون دي بوست 127.001. نشوفوا لو اننا ننفذوا عده زبائن، كيفاش نتعرفوا على الزبون في وسط كل الزبائن اللي تكون منفذه. مثلا هنا المجلد تاعي ملتي تي ارت كلاينت، راكم تشوفوا بلي يعطينا نفس النتيجة زيرو سون، معناتها هنا ماناش عارفين بالضبط أيهم راهو منفذ، بالرغم اللي درنا ليكزيكسيون تاع تروا زانستانس، معناتها لازم لنا معلومة إضافية باش نعرفوا شكون الزبون اللي نفذناه. في لا ديكونيكسيون نفس الشيء، لازم يخبرنا وين الزبون اللي خرج من الخادم. معناتها هنا راح نضيفوا معلومة كونيكسيون دي بوست عندنا في هذا الباكاج، هذا في هذا لوبجي عندنا معلومات إضافية أخرى كونيكسيون دي بوست كذا، عنده ان ايدونتيفيكاتور ان نيميرو ان ايدونتيفيون اللي هو رقم، والرقم هذا دليل أن الكليون راهو في ان ثريد. عموما يكون رقم معتدي، ونزيد له التوقيت نتاع ليكزيكيسيون، معناتها هنايا خصنا دو بارامتر. لو برومي بارامتر راح ندوه من دي اس كونكت ايفنت
إيدي، والثاني اللي هو التوقيت ندوه من الدالة ناو، لكن ندو الوقت وماشي التاريخ، معناتها تايم تو ستير ناو. نديرو ان اكزيكيسيون، لو كليون راكم تشوفوا لهنايا كونيكسيون دو بوست، هنا عطانا رقم تاع لو كليون اللي هو سيتا نيميرو تاع لو ثريد، وعلى الساعة اتصل الزبون. معناتها هنا رانا نشوف لا تراسابيليتي، كي يكون عندنا عدة زبائن راح نشوفوا نفس العملية، عدة زبائن لهنا الاختلاف في الرقم، بالرغم اللي راه في نفس الحاسوب لكن عندهم أرقام مختلفة. نزيدوا آخر، معناتها كل زبون عنده رقم خاص به، أبدا ما يكونش نفس الرقم. تتمة لهذه العملية نضيف فقط لا ديكونيكسيون باش نعرفوا أي زبون خرج، أي زبون خرج من الخادم، معناتها لا ميم شان هذه، ولكن هذه المرة مانديروهاش في اون كونيكت ولكن في اون ديسكونيكت. هيا ديكونيكسيون ونفس المعلومات، معناتها راح نتحصلوا في آن واحد على أي ساعة اتصل الزبون تحت أي رقم ومن أي أدرس إي بي، وعندما يخرج عندما ينتهي من العمل تاعو ويغلق التطبيق راح نعرفوا بالضبط على أي ساعة خرج وشكون اللي خرج. بهذه المعلومات البسيطة يمكننا أننا نتحصل على التراسابيليتي، المونيتورينغ التراسابيليتي نتاع كل زبون، ونجمعو في آخر المطاف شحال من ساعة خدم ولا شحال من دقيقة، معناتها مدة العمل الحقيقية ومجمل العمليات اللي قام بهم. معناتها في المرة القادمة راح نشوفوا مجمل العمليات اللي قام بهم، هذه المرة وريت لكم فقط كيفاش دخل وخرج. نعاودو نديرو نوبل اكزيكيسيون باش نشوفوا المعلومات كيفاه التسري يكون مع السريان تاعها طبيعي وجد سهل ما بين الطرفين. هنا تشوف عندنا رقم راه متصل، رقم زبون معين، معناتها هنايا نقدروا نضيفوا في هذه لاشين باش تكون أوضح، نضيف لها النيميرو كليون، نيميرو كليون هكذا تكون أوضح العملية. لأن من المفروض أننا نخرج من الكليون كاملين باش نخرج من الخادم. راكم تلاحظوا لهنايا بلي دخل ان برومي كليون، ان دوزيام كليون، ان تروازيام كليون، وهكذا معناتها نقدروا ننجزوا عدة من نفس الحاسوب اون اكزيكيوت بليزيور كليون. معناتها نتخيلوا دروك العملية في شبكة داخلية، كل عموما كل ادريس اي بي عندها ان سول كليون، الا اذا مثلا كانت هناك باز دو دوني كبيرة وعندنا دي كليون سيباري اللي عندهم كل واحد والخدمة تاعو. معناتها نشوفوا التوقيت، نشوفوا الارقام تاع لي كليون، ونشوفوا لي بوست اللي راهم يكونيكتو منهم. وبنفس الطريقة كي تصرا من ديكونيكسيون كما تشوف لهنا يعطيك حتى الرقم تاع لو بوست اللي ديكونيكتا وعلى الساعة. مثلا هذا هو هذا 615 910 92، هذا اللي ديكونيكتي. نكملو بنفس الطريقة، مثلا هذا عشوائيا، اما لي بوست كاملين ديكونيكتي بقانا اونيكمون لو سيرفر. راكم تشوفوا هنايا لا بلاصابيليتي تاع لا كونيكسيون الى ديكونيكسيون. في هذا الفيديو وريت لكم بطريقه مبسطه كيفاش نستعملوا اون كونيكت اي اون ديسكونيكت تاع لوبجي لو كومبوزون بلوتو ديال السيرفر.
في المرة المقبلة إن شاء الله راح نوريكم لاطراس بيتيك وتي باز دوني، معناتها كي نقوموا بعمليات في لاباز دوني لازم الخادم يكون عنده القدرة أنه يعرف أي عملية تمت من أي خادم أو من أي زبون وعلى أي ساعة مثلا، حتى إذا كانت هناك أخطاء يمكن تصليحها. على هذا نقولكم شكرا على المتابعة، والسلام عليكم إلى فيديو لاحق، وشكرا.